واغتنم هذه المناسبة أيضا كي أعود إلى المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مساعيها لدعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشة للمواطنين من خلال جملة الإجراءات والآليات والقرارات الاقتصادية التي تطرقت إلى بعض منها في مداخلتي أثناء عرض بيان السياسة العامة للحكومة. فمسعى الحفاظ على القدرة الشرائية يظهر جليا من خلال تطور مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة التي سيرتفع من 2714 مليار دينار جزائري سنة 23 إلى 2895 مليار دينار جزائري سنة 24، أي بزيادة تقدر ب 181 مليار دينار جزائري، والذي يعادل 19.17% من ميزانية الدولة لسنة 24. نذكر منها مبلغ 582 مليار دينار جزائري لدعم مواد الحليب، الحبوب، الزيت والسكر، و163 مليار دينار جزائري بعنوان الربط بالكهرباء والغاز والمياه، ناهيك عن دعم السكن الذي يقدر ب 313 مليار دينار جزائري. كما اتخذت الحكومة عديد الإجراءات من أجل استقرار الأسعار بالرغم من الظرف الدولي المضطرب، والذي أدى بالكثير من الدول إلى الاستنفار من أجل توفير المواد الأساسية لمواطنيها بالرغم من الأحوال المناخية غير العادية التي شهدتها عدة مناطق من العالم وبلادنا منها كذلك، وهو ما نتج عنه من فيضانات وحرارة شديدة أدت إلى خسارة الغلل والمنتجات لكثير من الفلاحين. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.